نحييكم أجمل تحية في هذا المساء وهذا الأسبوع الذي خصص لانطلاقات سن الصغار، واليوم يوم خاص بسن الإذاع ومنافسات هجني أصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقة المسائية التي بدأت من خلال هذه اللحظات. على بركة الله، إذن البداية بأول أشواط هذا المساء، الشوط الخاص بالأفكار المحليات الأصايل. مع هذه الانطلاقة نتشرف مشاهدينا الأعزاء بحضور ومتابعة سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقات رياضة الآباء والأجداد. نسير مع أول الانطلاقات، مع أول المندفعات في أول أشواط هذا المساء، بعد الترحيب بكل مشاهدينا الأعزاء متابعي قناة دبي ريسنج أينما كانوا. هنا نبدأ بالمركز الأول والتحدي الأول وافتتاح، هي في المقدمة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمرها، بينما المركز الثاني سلهود على المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم هير بن سيف بنواس في التضمير. ثالث المراكز بالصوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري يضمرها، وفي المركز الرابع هناك الدخول من انطلاقة وزيره لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرط الحميري في التضمير. المركز الخامس المايدية، المايدية لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي أيضا مرها، وفي سادس المراكز تأتي الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عامر بن حمود بن دعفوز المنصوري في التضمير. وهنا العزرة في المركز السابع لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمرها، وفي ثامن المراكز هناك أبو الظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة يضمرها، وفي المركز التاسع هنا دخول من بروق لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، وهناك سعيد بن مبارك الوهيبي، والمركز العاشر شواهين لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير أيضا يضمرها. هذه إذا مشاهدينا الأعزاء مراكزنا الأولى لانطلاقات هذه الأمسية وهذه التحديات هنا على تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. انطلاق أول الأشواط في هذه اللحظات، وما شاء الله العودة إلى المقدمة إلى البداية إلى قيادة هذا الشوط حيث كانت افتتاح مفتتحة لأول نداء في هذا المساء، وهجن العاصفة تتصدر الانطلاقة الأولى والقيادة والتضمير وتدريب. حمد بن راشد بن غدير واثق المضمرين الذي يعلن هذا الانطلاق وهذا التحدي وهذا التواصل. هناك على المركز الثاني وزيره، على ثاني المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري. ما شاء الله، هنا الانطلاقه من المركز الثالث المايديه لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، هناك حمد بن علي العويسي، وهذه الشايبه، الشايبه على رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري يضمرها، والمركز الخامس العزرة على خامس المراكز لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمرها، وسادس المراكز تدخل من بروق لسمو الشيخ سيف بن خليفة سيف النهيان، والانطلاق هناك سعيد بن مبارك الوهيبي المتابع لهذا التحدي في المركز السادس. المركز السابع هملولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحمير يضمرها، وفي المركز الثامن تعود شواهين لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمرها. أما تاسع المراكز فهنا بالظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم التضمير خليفة بن سالم بالصقعة، والمركز العاشر هذاك سلهود لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مهير بن سيب ونواس الذي يتابع هذا الانطلاق وهذا التواصل. إذن هنا الانطلاقة، هنا التحدي، هنا التواصل مع أول اندفاعات هذه اللحظات.
الذي نتابع أيضا انطلاقاتها، نتابع تحدياتها من خلال هذه المسار. كذلك الترحيب مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات بمتابعة سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم الذي يتابع أيضا هذه الانطلاقات وهذه التحديات مباشرة هنا من أرضية هذا الميدان. افتتاح ودور على افتتاح، وين سارت افتتاح؟ خلاص هي أعلنت أنها مفتتحة لأول ناموس في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل. ما شاء الله، التحدي الأول والمتابعة الأولى وافتتاح مبتعدة عن بقية المشاركين هناك، متوجه إلى قمة الانطلاقة في هذه اللحظة. المركز الأول إذن سجل ودون، وهناك نحت بتوقيعي واسمي افتتاح. المركز الثاني وزير على ثاني المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم التضمير. هنا مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وهجوم بدأ من المايدية. في المركز الثالث سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي ضمره، وهناك أيضا العزرة في المركز الرابع الهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في التضمير. والمركز الخامس تأتي شواهين لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمرها، وفي المركز السادس بروق لسمو الشيخ سيف بن قليم سيف النهيان سعيد بن مبارك الوهيبي أيضا متابعا. والمركز السابع هنا الشايب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكدوم التضمير لدى عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. نكتفي ونتابع هناك يا ابو عدنان المركز الاول الانطلاقه الاولى، الفارق الكبير ما شاء الله وتبارك الله بين الانطلاقات وبين تحديات هذا الشوط الذي اعلن انطلاق افتتاح الى خط النهايه ومسار خط النهايه. ما شاء الله بثقه وثبات يقود الواثق انطلاقه افتتاح في هذه اللحظة وأول الأشواط المندفعة فيها تحديات الانطلاقات. ما شاء الله وتبارك الله، افتتاح إذن تسجل أول ناموس في هذا المساء وتقترب من خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن العاصمة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هناك، ما شاء الله وتهانينا. واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير بعد كبير وتواصل وافتتاح أول الواصلات إلى خط النهاية. ما شاء الله وتبارك الله على أداء افتتاح في أول افتتاحية لهذا المساء. هنا المركز الثاني العزرة في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة. المركز الثالث تتواصل انطلاقة شواهين لهجن العاصفة. المركز الرابع الميدية سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. المركز الخامس بروق لسمو الشيخ زايد بن غليب سيف النهيان. والمركز السادس وزيرة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هنا التوقيت الزمني الذي صاحب الانطلاقة الأولى من خلال هذا المسار وصول الافتتاح 7:55 خمسة من الأجزاء من الثواني هو التوقيت الزمني الذي تابعنا في أول انطلاقة. تهانينا وناموس لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير